وإن يكن عصب عيني من يعصب قلبي. هذا البيت الشهير للشاعر محمد الشلطامي الذي أنشده خلف قضبان الحصان الأسود في العاصمة طرابلس إبان السبعينيات من القرن الماضي، قد تسترجعه وأنت جالس عند مرتفعات الرجمة بجوار مقبرة سيدي سعيد التي تحتضن أجساد الرجال. حينها يقع نظرك من بعيد على بقعة صغيرة اسمها بنينة. بنينة التي تبعد 18 كيلومترا جنوب شرق بنغازي. منطقة بنينة معروفة، هي أحد المناطق المشهورة في ضواحي بنغازي، لعلها اشتهرت بمطارها، ولكن أيضا اشتهرت بأن هي مسمى على مرأة، على ابن، على أخت عبد النبي بطريد الجازوي، وهو أحد شيوخ الجوازي، عند بنتها سميت عليها منطقة جيرة، ومنطقة بنينة هذه سميت عليها. المنطقة هذه يوجد بها خليط من سكان المنطقة، وطبعا دائما كانت رافدا لمدينة بنغازي، فهي تعتبر أحد ضواحي بنغازي، تبعد عن مدينة بنغازي بحوالي 18 كيلومتر. طبعا بنينة كما ترون التضاريس علوها على البحر، وهي المطلة المشرفة على بنغازي، فبنغازي المدينة هي خلفنا كما ترون، فمنطقة بنينة محصنة نوعا ما بهذه الهضاب أو بهذه الجبال أو بهذه المرتفعات، وأشهرها هي مرتفعات الرجمة التي هي أمامنا. والله نحن ما جيناهم، هم اللي جونا لعندنا، نحن ما جيناهم ولا عديناهم، أنا عرب مضي وعدي في حواشينا بالذله قاعدين، جاوا بكرة جاوا بعدين يجي منهم مرحبا بي، نحن والله ما عديناهم ونريد نعادوا حد، لكن جولة عندنا وهذه بنية ترى بحر. لقنت الجماعات الإرهابية درساً لن تنساه في المقاومة، لتتحول إلى ستالينغراد أخرى وتضاف إلى قاموس الدفاع الأسطوري عن الإنسان والمكان. قبل صعود الجماعات الإرهابية إلى بنينة،
تحولت بنغازي إلى جحيم لا يطاق أعوام 2013 و2014، وخيمت على المدينة أجواء الخوف والرعب والخطف والاغتيالات والتفجيرات. وقد طالت الاغتيالات النشطاء والإعلاميين وأئمة المساجد والعسكريين، في مقدمتهم ضباط السلاح الجوي العربي الليبي، الذين كانت تدرك تلك المجموعات أنهم سيكونون في صدارة أي حرب ضدهم، لينتهي المطاف الدموي إلى سقوط معسكر الصاعقة في منطقة بوعطني بيد تلك الجماعات المتشددة في أغسطس عام 2014. طلبا من أخوتنا ما أتينا إلى هنا بهذا في سبيلنا، ما أتينا إلى هنا إلى دفع عن المرتدين والطواغيت العصر. نحن نريد تحكيم شرع الله، نريد نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ونسأل الله إن نحكم شرع الله في هذه الأرض في ليبيا الطاهرة، ونحن على إمارة إسلامية بإذن الله تعالى، ونسأل الله التوفيق. فتحالفت كل القوى، سواء أنصار الشريعة، سواء المقاتلة، سواء الدروع، سواء كل المنظمات المتطرفة اللي فيها، هي المنظمات في شباب مش متطرفين في 17 فبراير، ولكن تم استغلالهم من المتطرفين على أساس أن يكونوا في صفهم. ففعلا حصلت معارك واستمرت معارك في شهر رمضان بيننا وبين هذاك الوقت لم يطلق عليها مجلس شورى بنغازي، لأن مجلس شورى بنغازي ضم المقاتلة وضم الدولة الإسلامية أو ما يسمى بالدولة الإسلامية، وضم 17 فبراير، وضم كل المنظمات المتطرفة، ولكن كلهم كانوا في إطار واحد، وكان استهداف القضاء على القوات الخاصة. بدأت المعارك واستمرت المعارك لمدة أكثر من 10 أيام، وكانت المعارك معارك ضارية، معارك شرسة حصلت بين وبين هذه المجموعات. بعدها قررنا الانسحاب من المعسكر خوفا من انهيار القوات الخاصة، وخوفا من تمزق وحدات القوات الخاصة. تم الانسحاب إلى منطقة بنينة، وكانت منطقة بنينة هي نقطة الانطلاق للصمود وللقضاء على المجموعات المتطرفة. وجدنا أن كثير من مؤسسات الدولة تم السيطرة عليها من قبل مجموعات معينة تدعي أنها مجموعات إسلامية. بدأوا عرفوا هذه المجموعات في اغتيالات كبيرة، أو مخطط كبير كان مرسوم لاغتيالات قيادات الجيش الليبي وقيادات الشرطة والناس أصحاب الكلمة وأصحاب الفكر، ومن إعلاميين ومن مفكرين ومن مثقفين. صبرنا لعل هذه الفئات تغير منهاشها أو تمشي في المنهج اللي نحن نبوه للدولة، وهي الدولة المدنية دولة القانون. لكن وجدنا حقيقة أن تجاوز الاغتيالات خاصة من ضباط الجيش أكثر من 500 ضابط. في هذه الأثناء كانت بنغازي ومدن برقة تغلي وتتجهز للانقضاض على أوكار الإرهاب، ودقت ساعة الكرامة وخرجت الحشود الغفيرة إلى ساحات بنغازي لتفويض المشير خليفة بالقاسم حفتر ليكون رأس حربة في هذه الحرب المقدسة التي فرضت على القوى الوطنية في منتصف مايو من العام 2014. Oh.
شوارع بنين اليوم ببطولات النقيب الشهيد عزمي البرغثي الذي قاد حتى قبل انطلاق عملية الكرامة في 15 من مايو 2014 قاد أشرس المعارك ضد المجموعات الإرهابية حتى مشارف المنطقة رفقة الضباط الشهداء محمد المدهاك، عماد الفاخري، محمد العجوري وأحمد البرغثي الملقب ببصلة. بنينة صبوا فيها جميع الأطياف، ماتوا فيها جميع الأطياف من غرب من شرق من جنوب من كل غرب ماتوا فيها في بنينة، ماتوا فيها رجال أقسم بالله علي العظيم، وهم يموتوا شفت فيهم البطولة، وهم يموتوا شفت فيهم البطولة، يعني شفت رجالة أسود يعني على صغر سنها، أصغرهم ولدي 99 يعني، وأكبرهم باتي وجارنا سي علي الحوري وباتي، وشفت الويلات في بنينة، شفت ضرب الصواريخ 2836 صاروخ ما تحملهنش دولة كاملة، ما تحملهنش تحملت المنطقة، أقسم بالله نحطوا طعامنا على النار ويطيح الصواريخ نطفوا عليه ونطلع وإن شاء الله ما يطيحش في حوش حد، ودعانا مزبوط يطيح في التراب، يعني اللي شفتها بنينة ما شفتهاش أي منطقة ما شفتها. بنينة لا تنسى شبابها المقاتل، ولن تنسى أكرم فرج البرعصي، ولا عبد العزيز لامين، ولا وائل الدرسي، ولا ناجي حمدي العقيلي الملقب بالعربة. مئات الأسماء تحلق في سماء المنطقة، أرواحهم عند الله عز وجل. منهم من قضى نحبه في الدفاع عن بنينة، ونيس الراتب ويونس الدينالي. طبعا انتقلت الحرب لأوسع، ومرت الأيام في الدفاع عن الوطن، وكانت هجمة العدو هجمة كبيرة بأن ينتقل بكل قواته وآلياته المتوسطة والثقيلة وكل المجموعات اللي انضم لها. نحن كلهم حطيناهم في دائرة واحدة وهي دائرة داعش، لأن ما حد احترم الوطن ولا احترم حرية الوطن، بل هاجموا الكل وقتلوا كل رفاقنا من ضباط، من ضباط صف، من علميين، من دكاترة، من حقوقيين، الكل قتل. لذلك كانت هجمة الإرهاب بقوة كبيرة، أكثر من 4000 مقاتل بين يتجهوا عبر طريق بنينة وسيدي فرج وأرض بعيرة، يتوجهوا لبنينة لإسقاط بنينة. جمعنا قبل أسبوع نسمعوا في عملية نوعية بيديروها خوارج، ونحن قاعدين في مطار بنينة أصلاً، نأمنوا في مطار بنينة، ونحن من كتيبة الفضيل بعمر، وحاربناهم وجمعنا رواحنا وقلنا أظن يخشوش المطار، وفعلاً نصرنا الله عليهم لأن نحن على حق. ونحن الآن خلف دبابة لشهيد حمد الشيخي أعتقد، وشهيد آخر ما يحضرنيش اسمه. هذه الدبابة قصفت 5 مرات وتم تصليحها، وقاومت من هذا المكان لصد قوى الإرهاب التي حاولت بشتى السبل أنها تسيطر على هذه المنطقة، رغم أن مرة دخلوا لعند داخل المنطقة، وكانت بسالة أهالي هذه المدينة وقوتهم وعزيمتهم بأن لا تسقط هذه المدينة. حقيقة زادت إصرار أهالي مدينة بنغازي، وهناك الكثير من التحم من مدنيين بهذه المعركة مع أهالي مدينة بنينة. لأن جيتنا أنا يعني جينا بالمشقة، وكان عندنا سرية قلنا هون عدل 47 واحد الكتيبة لجول، ولكن كان معانا هنا من كل ليبيا كتيبة 115 وشباب سلو وقوات صاعقة
وكان يعني اكتمل الحلقه، ما فيش واحد من في ليبيا الا ما فيش، وكان فينا كبير ومعنا محمد سيدي هذا كان ممكن عمره بلغ قريب 50 ولا 60، وكان معانا من لمن كتيبه. هنا نرى ان هذه المعركه معركه الكرامه التي ستنطلق من هذه المنطقه او ستصمد في هذه المنطقه وستستعصي على الغزاة كما عصيت عليهم في سنه واحد في سنه 1911 و12، ستستعصي عليهم أيضا في سنة 1914. تحولت قاعدة بنين الجوية إلى خلية عمل، واستطاعت الصواعد الليبية إصلاح الطائرات الحربية القديمة وتجهيزها وتسليحها ولو بالحجر، على رأي شهيد البطل الطيار مؤمن الدرسي. وجه الطيارون الليبيون البواسل يومها ضربات موجعة في صفوف العدو، ونفذت طائرات قاعدة بنين الجوية طلعات أصابت المجموعات الإرهابية في مقتل. وفي أدق قصف جوي كانت طائراتنا المقاتلة تدمر الأهداف على بعد عشرات الأمتار بجوار سور القاعدة. الله أكبر. بنينة كانت هي منطقة التحام شرفاء ليبيا في منطقة بنينة. التحمت القوات الخاصة مع أسود ونسور السلاح الجوي، كتائب الجيش، الشرفاء من أبناء بنينة، الشرفاء من أبناء ليبيا من كل المناطق، كلها كانت نقطة الالتقاء منطقة بنينة. فبنينة، بنينة الصمود، بنينة التحدي، بنينة الأبطال. يعني ما نقدرش مهما تعطيني الوقت انا ما نقدرش نتكلم على منطقه بنينه، ولكن ما بنينه هي اللي حصل فيها التحام الجيش والتحام شرفاء ليبيا كان في منطقه بنينه، وهي الانطلاقه الاولى للحرب ضد الارهاب في مدينه بنغازي.
يوم اللي خشوا فيه بنينة وردوا مدحورين، يوم اللي طاحت فيه البلدية، بلدية بنينة ذا من معالم بنينة، نحن حاجات عندنا يعني البلدية الكوبري، يعني اقطع الرابطة بين بنينة وبنغازي، تمينا نمشي معاه كينا كرة الأرضية. بالنسبة لي أنا مش حاسس بخطر، أنا نحكي لك استذكر في يوم الأيام قبل عيد الأضحى كانت المعارك على أسوار بنينة، وفعلا كانت لحظة خطر، لكن نحن كقوات خاصة ما شعرناش بخطر، وتم دحرهم ورجعهم لعند الكوبري. بعد ثلاثة أيام اللي هو يوم الوقوف بعرفة كبيرة العيد، كانوا الدواعش في داخل بنينة في داخل المنطقة ومفجرين خمس سيارات مفخة، وكان القتال متلاحم مستمر لمدة 12 يوم. نحن ما شعرناش بخطر، لكن شاركوا فيه جميع الأبطال، جميع وحدات الجيش، شباب بنينة الشرفاء كانوا من ضمن الشباب اللي سقطوا في 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 معارك بنينة. كانوا محتلين التراكين هذين كلهم، خوض العين، سيفرج الطريق هذه، الكوبري عند كوبري سي خليفة، بعد كوبري سي خليفة، لكن فضل الله وثبات الرجال انتصرنا عليهم ودحرناهم. القناص وين كان؟ عند الجامع. القناص ضايقنا قاعد عند الجامع، ونحن نطلع من عند بوابة المطار ضايقنا، شندرنا جبنا دبابة جابيها حياة مفتاح العقوري وسندناه. نحن طبعا المجموعات كانوا مجموعة المدهاك، مجموعة 123 فضيل بعمر، مجموعة سالم مرفوعة، مجموعة بريك لبسي، ومجموعة 133، مجموعة سالم عفاريت، الرجال كلهم مضوا محضروا، وهالمنطقة ما ننساش هالمنطقة، ساعدونا ساندونا بالذخيرة وبالدعاء. بتاريخ 2/10/2014 بعد سمعنا عن طريق الأجهزة أن هناك العدو متوجه ناحية بنينة، تم نزولنا من الرجمة إلى منطقة بنينة، توزعنا مجموعتين، مجموعة داخل منطقة بنينة من أمام القاعدة، والمجموعة الأخرى كنت معها من ناحية المقبرة في مواجهة كوبري بنينة. في الحقيقة طبعا كانت حدود الساعة 6:30 تماما، كان العدو متواجد تحت الكوبري، وكانت الرماية من هناك تصل إلى غاية القاعدة. ترجلنا ودخلنا بالهرولة من أمام المقبرة إلى هذه التبة، تلك التبة توجدنا عليها بأفراد، مجموعة من الأفراد بأسلحتهم، كانت الرماية من تلك الناحية. طبعا دخلوا في الصبح وحاطين علم فوق، ومجموعة من الشولات كانت موجودة تحت الكوبري كسواتر لهم. كانت هناك دبابة متمركزة ونطلق عليها اسم سلوى، عندما ننادي علي سلوى ترمي الدبابة تجاه الكوبري. أيضا لا ننسى المدفعية من هناك ونسور الجو الذين أبلوا بلاء حسنا في ذلك اليوم، الشهيد البطل عادل الجهاني والشهيد البطل مؤمن الدرسي، ليلا ونهارا من الصباح لغاية الساعة 6 مساء كنا هنا. كانت في مجموعة هنا، الشباب اللي كانت موجودة هنا، فيه الفراوي وفيه حياة بلكة شهيد بلكة، وفيه أبو عالية، وفيه مجموعة أخرى في المكان هذا، وفيه حياة الشهيد خالد لفسيي. كنا متواجدين، طبعا الجو كان حامي، نار
يعني درجة الحرارة مرتفعة، حتى الشاشة المية اللي كانت عندنا حامية لدرجة كبيرة، كان معالية في ذاك الاتجاه ماسك ار بي جي. طبعا هنا كله تكبير كله تكبير كله تكبير ضد الخوارج، الخوارج اللي كانوا متواجدين غادي، وكانت الرماية تصل طبعا هنا، الرماية هنا وفوق روسنا، ما يقدرش الواحد طبعا ايش يرفع راسه فوق او يصبي. ليش؟ لان فيه قنص وفيه رماية كثيفة، فكنا كلنا بشكل هذا متواجدين، وكانت الرماية طبعا نرموا عليهم من مكان هذاي. كان في حياة الفراوي متواجد هنا مع مجموعة، وهو كان يصبر فينا اخرى الله يرحمه ويسامحه. بعدين ضربونا بار بي جي من غادي، استشهد الفراوي هنا في هذا المكان. طبعا جت القذيفه، قذيفه ما نسواش ما نش عارفينها بالضبط، كنا نقولوا هذه ار بي جي او قذيفه او دانت راجمه، تم في عجاج وتناثر الحيط من هنا في المكان هذا، لدرجه ان نحن ما عادش حقينا حاجه. بعدين شفنا الشهيد الفراوي طايح حناي اللي شلناه، طبعا خذينا فيه بعض السيارات كانت هنا اخرى موجوده، عندنا سيارتين انضربن هناهي كويس، وفيه واحد اخر انضرب في المكان هذاي، تم طبعا اسعافه. الكلام هذا كان جل الناس جل العسكريين والشباب اللي كانوا متواجدين كانوا همهم ان لازم ينهوا، لازم يدافعوا على القاعده ويدافعوا على الوطن في هذا المكان. طبعا كل الاحداث كانت من الساعه 6:30 تقريبا لغايه الساعه 5 في العشيه، فكان لابد من التدخل الجوي في هذه العمليه. كانت معارك شرسه تجرى في طريق بنينه بين القوات الجويه وبين هؤلاء الارهابيين، بان تقلع الطائرات على التوالي، وطائرة في جر الطائرة خلف طائرة من جميع القواعد، من بنينة، من لبرق، من طبرق، ومن مهبط المرج. مهبط المرج طبعا نحن بنذكر مهبط المرج، لجينا مهبط المرج بعد ما دخلوا الإرهابيين إلى، حاولوا أنهم يدخلوا عند صور بنينة، فلزم الأمر أن ترفع الطائرات إلى المرج تنسحب إلى الخلف حتى لا تتضرر. ولكن قصص نرويها ربما لا يصدقها العالم. كنت انا وحياة الشهيد مصطفى صايط وسبب صالح الرجاعه كنا متمركزين في الحوشين هذيل، وكان القوات داخله، فتم اشتباك مباشر بالاسلحه الخفيفه، اشتباك مباشر، وعند مزرعه الدمور هنا تم اصابتي بقذيفه هاون، ونقلت على المستشفى، وبعدها رجعت 3 يوم ولا 4 يوم لاستكمال المعارك. كانت صدايا خفيفة واستشهدوا معي مجموعة، وبعد انتقلنا من المقبرة انتقلنا لعند كوبري بنينة الأول. العميد ناجي شهيبي كان واخذ مجموعة وأنا كنت واخذ مجموعة، وكنا ننتقلوا لين وصلنا لعند هناجر المرغاد، وكان من ضمن معارك المرغاد كان سيادة المشير مشرف عليها شخصيا جاني وقال لي شنو موقف المعركة. قلت له راه 1 2 3، أعطيته جهاته، وفعلا بعد المعركة هذه حققنا فيها النصر وسيطرنا على الموقع اللي فيه. أحد الكمائن الذي تفخر به القوات الجوية الباسلة ذلك الكمين الشهير الذي أودى بحياة مئات الإرهابيين تحت جسر بنينة. فقد سربت قيادة السلاح الجوي يومها معلومات عن نقص ذخائر الطائرات، وفي الوقت ذاته جهزت الطائرات المقاتلة في قواعد لبرق وطبرق ومهبط المرج. وعندما وقعت قوات الأعداء في الكمين شنت هجوما من 3 محاور وانهالت عليهم الضربات الموجعة ما بين الكباري. لم تتوقف ضربات طيران قاعدة بنين الجوية عند حدود المعارك، بل كانت الضربات تمتد إلى خلف خطوط الأعداء بضرب إمدادات الذخائر ومخازن التموين والسلاح وتجمعاتهم في كافة أنحاء بنغازي.
قعدنا اسبوع نشتبكوا. جاتنا ذخيره من هالبنينه معروفين، منهم صبري عياد البرغثي، منهم الفرجاني صلاح، منهم سعد فركاش، هذوما بالجوده بهم سندونا. عندك الشارع نتاع الحي الالمان اللي غادي ذاك ذي، اقسم لك بالله نقص عليهم سلاح يحاتفوا بالحيط، شباب بنينا بالحيط، عارف بالحيط يكسروا ويحاتفوا، والله بالحيط. كانت عندهم قوات وكان عندهم دعم كبير وتدعم فيهم دول، نحن ما عندنا شيء. نحن شو اللي عندنا؟ هم اسلحه متطوره، قناصات، يعني ذخائر بشكل لا يحصى ولا يعد. عندهم تقنية، نحن ما عندنا شيء، نحن معانا الله. ما كانش في إمكانيات، مش نقولوا قلة. كانش في إمكانيات، من يقول في إمكانيات؟ كانش في إمكانيات. كانت عزائم الرجال هي الإمكانيات. كان حب الدين وحب الوطن، هو الإمكانيات، هو الزاد، هو الصواريخ. حب ديننا ووطننا هو كان الصواريخ والقذائف اللي بنقصفوا بين العدو في بنينا. كانت حربنا الهم نحن نظرة كيف ما قلت لك، نظرة اللي قلت الذخيرة وقلت الإمكانيات في الشنجرية والعتاد والأسلحة، كنا دليلهم حرب استنزاف، حرب استنزاف، لأن حتى المدة طالت والمقاتلين يقولوا ليش ما نتقدموش، فكنا نحن عميد استنزاف الهم لين استنزفناهم في ذاخرتهم وأفرادهم وقواتهم، وتم التقدم الهم بناء على تعليمات القائد العام. أساساً مدنيين تابعين المستودع الرجمي، عملوا مع المستودع الرجمي بداية الأحداث من 2011، حاليا يقومون بنقل الذخائر، ذخائر هاون 81 وذخائر راجمات 130 وذخائر دبابات 120 و122، ذخيرة هاوزر أقصد 120 122 130، يقومون بنقلها من مستودع المشل بتاريخ 25/8 لنقلها لمستودع الرجمة، ومن ثم دعم بها الجبهة الجيش الوطني. قصة شباب في مقتبل العمر، جاءت الحرب إلى أبواب بيوتهم ومزارعهم وأرزاقهم، فما كان منهم إلا المواجهة. كانوا لا ينتظرون الدعم من أحد، يحملون صناديق ذخائر المدفعية والدبابات والطائرات على ظهورهم تحت الشمس الحارقة. هؤلاء الشباب قضوا نحبهم في انفجار بوصفية يوم 22 من سبتمبر من عام 2014، وكانت هذه آخر صور لهم قبيل الانفجار بلحظات. كان مؤمن الدرسي الله يرحمه من ضمن هذه الدائرة، تذكر إن هو أقلع بالطائرة وما اجتازش حتى 10 متر على الأرض، وكان يرسل في الصواريخ على العدو. عادل الجاني الله يرحمه أقلع من قاعدة بنينة وضرب في جوار سور بنينة، يعني المسافة ما تتجاوز نص كيلو. بعد ما نزل بكى، قال ليش تبكي يا فندي عادل؟ قال لي نبكي لأن ما كنتش في يوم نحلم حتى في الحلم اني نقلع بطيارتي نضرب في بنغازي او نضرب على سوار بنينة. الطائرات من الحرب العالمية الثانية وكانت تستعمل في القنابل 24 ساعة، ركب فك ركب فك ركب فك، الألسنة وحامل القنابل خلاص خرج من الصلاحية. انا شفت رجال والله العظيم الله نغير لهم ونعاني فيهم وهم قاعدين مقطعات اطرافهم، إيديهم كرعيهم الضربة في الرأس،
ما شفتش حاجة كويسة يعني داروا فينا يعني. أقسم لك بالله يجي الجريح مضروب في كراعة لفة نقول له شيلوه للمرج يقول لا لفي لي بنعاود بنعاود للمحور ما نبيش نقعد هذا ما نبومش يخشوا علينا نحن خذوش حاجة من وطننا. تصور شباب بنينا في وقت الحرب شي يديروا يدوروا في بعضهم باش يودوا بعضهم باش هذا يقدر عليه هذا من أجار هذا يجيب لهذا دفاية يجيب لهذا فراش يعني نحن إمكانيات جانا حرب ما نش عالمين بيه جانا المهم أن ضحينا حتى بحشاننا قلنا لهم يطيحن حشاننا بس ترد بنينا ما نقعدوش برا من بنينا وعدوا الناس هاجروا كلهم الناس من بنينا ما قعدش فيها إلا الشباب قعدوا فيها الشباب وقعدوا عند المدرسة هذه الخضراء وقعدوا عند البوابة هذه وبعدين ربك كثير ركبنا من الارباك وقعدوا عرب بنينا هم الاصل قعد فيها الله يرحمه سامحه سالم النايلي ومع جماعته الصاعقه ونسبوا خماده يجري بكنتيره سروال توتة عند الغار صنياي ويقول بنينا ما تطيحش يا شباب بنينا ما تطيحش يا شباب والدنيا تجري معاه شباب صغيرين اقسم لك بالله في اللي من ضمن ولدي بندكته اطول منه ويعرفه ونسبوا خماده كويس ولدي بديته كان ينظف معايا كان ينظف معايا في الميداني في الدم ويعاني وقص في القارزة ويشهدوا عليه عرب بنينا كلهم يشهدوا عليه رجال الميداني كانوا معايا في الميداني وينظف ويقص في القارزة ويغير ويسعف في الناس مع الرجالة وصغير مواليد 99 بعدين قال لي يمي ما عاش نقدر لنقلني ما عاد نقدر يمي لازم تشتري لي بندقة قضى بندقة من صاحبه بعدين صاحبه قال لي أنا ببندقتي عاد ما عنده لي صاحبه مصاب كان وبعدين صاحبه شوف مصاب وعود للمحور اخرى قال انا ببندقتي مشيت شريت له بندقه مش هبيها للمحور واقسم لك بالله ما نحقش فيه ما نحقش فيه بكل يعني رياف مريفه عليه عدونا مريفه عليه نحق فيه خاطف هكا جيني شويه اقعد يا مريوه اقعد يمي يقول لي يمي انا كان قعدتنا وهذا قعد وهذا قعد اقسم لك بالله يخشوا عليكم وانت ادرى بالشيء هذا ودينك وتحقي فيهم يمي شنو يديروا بعدين الله يرحمه ويسامحه انا كان عندي شويه شغل عديت بعدين قالوا في تقدم كبير عديت القنفوده عندنا ميداني بتاع في جنب التبو دايرين غادي قاعدين فيه شركه الجوف عدينا غادي قعدت شويه كذا بعدين حاروا الناس يعني اللي جايين غادي حاروا وني عرف ولدي مستشهد وانا قاعده غادي يقولوا لي بورقه ما ورقه روحت لعند نص الطريق نقول ورقه شنو هي مش خاطره عليا سياره الاسعاف اللي في جرتي فيها ولدي انا روحت انا للحوش هنا وقعدت في الحوش نحوس كذا شويه رن علي زميلي معي في العمل قال لي نبيك تيب العيله اعطيتك تيب العيله مش خاطره عليا ذاك اليوم ان ولدي مستشهد انا شوية كذا طلع هذا قال لي يا أمي فيها في رجالة برا ما لها حد قلت له شنو دوتهم يا ولدي الرجالة برا قال لي قالوا في شهيد قلت له أنا ما سجلت الشهيد من بنينا اليوم كلهم اللي مني من بنغازي من بسم الله على عويلتنا والله ما يجي شهيد وما نبكي عليه كيف ما نبكي على ولدي وبويا على أخوتي اللي عدوا قعدت شوية كذا شوية دق الباب قالوا لقيت الرسول معبى رجالة لو منا خش علي اخويا قال لي عظم الله اجرك في ولدك في شويره هو شويره ايوه حبه اللي كانوا فيه جماعتك ايوه مخبص انا غادي شفته اي بالضبط غادي ولي ظلمه صح كان ظلام صحيح غير شيء بالضبط من هنا في سيارات محروقه بالضبط صح انا داخل سياره انا في سياره صحيح محروقة. صحيح حتى الدبابه انضرب في هالمكان دبابه قدم شويه انضرب بعدين وخر شويه وخش فيها قعدنا قريب ساعتين ولا باش طلعناه هنا صح اصيبه سواق مش عارف تو من هو والله جات في عينه راه والله ما عاش هذا اللي كان في شوكه ديما غادي ما عاش نذكر لان كانت الرمايه كلها من هنا راه ايه مزبوط والله كان جوه هنا في الحواشين يجوا من هنا يوم المفتحه هذيك يجوا من عند الوادي صح جات الوادي فعلا والله ايه لان هذا لا. كان المحور الثالث يوم الشهيد محمد احمد الصعيدي والشهيد محمد بوزيد كانوا في الجهه الاخرى صح. من عند البلدية بالزبط الله سالم العميد صالح أوه سالم
المكان هذا صح؟ كانوا طبعا دائما نعرف المكان هذا هو الخبير بتاع صح. والانصار طبعا يطلع من وراء البريد صح، يطلع علينا من السوق، يطلع علينا من المحلات هذينا. كانت في سيارات تمام. كمل القصه. كان في سيارات، وكان في سياره الام 106 محروقه غادي. موقع المصيده ذكر ان بدات الان معركه تحرير بنينه والمطار، ومن ثم ستنتقل المعركه إلى مرتفعات الرجمة. وذكر بهذا النص يعني أن بدأت المعركة بعد انهيار المفاوضات بين مجلس ثورة الثوار وأعيان ومشايخ منطقة بنينة لتسليم المدينة سلميا أو المنطقة سلميا. وهذا ما كانوا يعتقدونه، أن بعد ما سقط المعسكرات داخل بنغازي وأهم معسكر الصاعقة، أنها ستكون معركة السيطرة على مطار بنينة معركة سهلة. وذكر الموقع أن هناك قوات تابعة لما يسمى فجر ليبيا جاءت دعما في ذلك اليوم لقوى مجلس ثورة الثوار كما يسمونه في تلك الفترة، لاستعادة سمو أو سيطرة على مطار بنينة، ومن ثم الذهاب إلى مرتفعات الرجمة والسيطرة على مناطق أخرى. كذلك في موقع الجزيرة نت في تلك الفترة يوم أعتقد 28/8 وتحت مسمى وعنوان بدأت معركة السيطرة على المطار، ويقول موقع الجزيرة في ذلك الخبر الذي نشر في موقع الجزيرة نت إن بعد الانتكاسة الكبيرة التي شهدتها قوات حفتر بدأت الآن معركة السيطرة على مطار بنينة ومنطقة بنينة. في شهر نوفمبر دار لقاء مع محمد النص وهو قيادي في مجلس شورى الثوار، ولا نعرف أن كيف حسب على الثوار وهو خرج من السجن في عام 2014 عندما تم استبداله السفير الأردني في تلك الفترة، ولا أعرف ما علاقته بالثورة التي نسب إليها. ولكن في لقاء معه في موقع مصر في شهر نوفمبر، والله أعتقد العنوان يقول بهذا النص يعني لقد وقعنا في فخ، يعني كان النص يقول معركة بنينة كانت فخ كبير بالنسبة لنا. وهو صرح قال في حديثه للصحيفة أن أسباب هزيمتهم أمام الجيش في بنغازي هو المعاصي والغرور بالانتصارات السريعة. بهذا النص كما سمى النص في لقائه أن خسرنا قيادات كبيرة زي الزهاوي، زي سليم النبوس، عدد من القيادات، وكان عندنا غرور بأن معركة بنينة ستكون سهلة. لو أردت أن أبحث عن عنوان كبير لهذه المعركة نسميها معركة بداية انتصارة الكرامة، وهو الانتصار الأول لعملية الكرامة. بنينة فيه الشهيد عبد السلام سنيك، نتذكر من واقف الشهيد علي عبد السلام سنيك وناصر البرغثي من سكان منطقة بنينة. فوين ما خشوا بداية هجومهم وخش البنينة كانت في حافلة، نحن زمان ما نعرفوش المفخخات والتفجيرات هذين، فجت حافلة فيتو تبي تخش للقاعدة نسبوه نحن بينزل أفراد. فكلمت الجماعة اللي معايا وقلت لهم ارموا، شنو ارموا الحافلة هذه فيها أفراد، تمينا نرموا فيها وهي تنفجر. انفجرت طبعا، صبت بشظايا هذي فهمتوا. فبعد الانفجار صبيت ومعي الجماعة والحمد لله ما كانش فيها ضار قوية، لكن تم عندي ركبتي تمت تنزف بالدم وربطتها بخرقة ومشينا. قائمة طويلة من الرجال الشجعان لم يترددوا قيد أنملة في الدفاع عن كرامتهم وشرف وطنهم: علي الثمن، سليمان الكديكي، أحمد عبد الجواد الصعيدي، عزمي البرغثي، سالم مرفوعة، أبو بكر الصادق لفسي الشهير بوطواط الجحيم، سعد الدبور، عز الدين الترهوني، عبد السلام كوجي. كما تشمل القائمة سالم النايلي الملقب بعفاريت، محمد المدهاك، فضل الحاسي، ناجح مدي العقيلي الملقب بالعربة، خالد البغام لفسي، محمد مسعود لفسي،
مراجع أبو هاشم العقيلي، عبد القادر الفسي الملقب بالأفطح، علي عبد السلام الشيخي، رحيل عوض المهشهش، فرحات الجراري، ومحمد إبراهيم الفسي، كانوا جميعهم لهيب معركة بنينة. والله نحن قلنا لهم، قلنا لهم بنينة الجوارة وطريقة نشوف انت حوالي كم سنة وهم يعانوا فيها بس قلنا يخشولها، وكان يقاموا فيهم أبانا وأجدادنا المجاهدين بن محريبة وبصفر ثلاثة وبطرق بدائية، والدواعش هذه ما جايين بيخشوا البنينة، وقلنا لهم بنينة صقع عليكم، وقلنا لهم بنينة ما تقدرش عليها، قلنا لهم بنينة راحوا فيها هلا، والكلام هذا تسمعوا فيه ونقول فيه في التلفزيون راحوا صرحنا به في وقت ضيق، ما قلناش ونحن متوسعين، ما حكيناش بعد ما حققنا، قبل نحقق الهدف نقول ورانا جايينكم ورانا خاشين عليكم وراه نديروكم ونديروكم، وقلناه وفعلا صبينا عليه، لان متاكدين من الجيش ومن القوات اللي موجوده معنا والشباب المساند ان الكلام اللي نقول فيه مش بصاره، وهدفنا الوطن، لكن هم هدفهم مش الوطن، هم عندهم اغراض اخرى وعندهم مآرب اخرى، لكن احنا كان هدفنا امامنا الله ثم الوطن. عندي الشهيد اللي فات الله يرحمه توفى يوم الوقوف بعرفه وهو ساجد اصيب بضرب القناص. نحيي في اللحظات البطل الشهيد مسعود باكستاني احد الابطال الكتيبه 36. يعني الشهداء اللي استشهدوا في معارك بنينة، انا الان ما قدرتش احسب لك، عندنا شهداء حتى في معارك القوات الخاصة، على رأسهم الشهيد إبراهيم العايش وأخوه إبراهيم، وعدة بصراحة عدة شهداء وعدة أبطال سقطوا في هالملحمة، ملحمة مزرعة بكر يونس يوم 16/5 يوم بداية معركة الكرام. توا فيه كلام يصير يقولوا أن 150 ولا 200 واحد اللي بدأت معركة الكرامة، انت كيف نسيت القوات الخاصة؟ والله كيف القوات الخاصة لا يقل عن 3000 عسكري اللي شاركنا في المعارك من البداية من أول يوم. وانا نتذكر ان التقيت انا والمشير خليفة في بوهادي، وجيته في الصبح ولقيته تقريبا الساعة 8 إلى 5، قلت له الساعة 0، قال لي الساعة 0 الساعة 8، أعطيت تحية قلت له متفاهمين، ونزلت أنا المعسكر الصاعقة، ودخلت قوات الصاعقة على 319 ودخلنا على مزرعة بكر يونس، وصار قتال متلاحم شرس بقيادة النقيب محمود الورفلي. ولما حصل ضغط على المجموعة الصاعقة كانت في سرايا بقيادة الشهيد البطل عبد العزيز لمين وعلي الفسي مجموعات بنينة، والتحمنا في مزرعة بكر يونس لغاية المغرب. كانوا معنا أفراد من جميع القوات المسلحة، من الصاعقة، من الآليات العسكرية، من التدخل السريع، من الدبابات، من المدفعية، من جميع الصنوف، كتيبة عزمي البرغثي، المدهاك، الدبابات، كلهم تنادوا ودخلوا. وبعد 14 يوم نصرنا الله عليهم، لأن نحن علي حق وهم علي باطل. يوم اللي يوم العظيم، يوم اللي خذوا الكوبري، يجري عاد سالم مرفوعة ويقول خذينا كوبري بنينة، كوبري بنينة، يوم كان يوم ما تحقش فيه إلا العجاج والدخاخين، عارف أقسم بالله العظيم عيونك يتعبن، عارف ما فيش صوت بك إلا صوت الرصاص يا بنينة، عارف عرب بنينة يعني من بعيد لقريب يفزعوا البنينة، يعني دزوا الحاجة يجيبوا، واللي خايفين على بنينة تطيح يكلموا في بعضهم. ويوم كبري بنينة يجري سالم مرفوع الله يرحمه ويسامحه، ويجري ويقول لكل الوحدات يعني فرحان بالناصر، بس كبري بس قضينا، ما قضيناش كلها. أول شهيد عندنا استشهد الله يرحمه ويسامح حسن إجي قلمة، هذا من منطقة أباري
وكان يعني من جميع مناطق ليبيا. أنا عبد الرحمن سنوسي تدي هذا من كفرة، وتلقى واحد من قطرون مع مباركة، يعني من جميع مناطق ليبيا. يعني كان كتيبة من كل شرق وغرب وشمال وجنوب كله، يعني ما فيش منا جايين من منطقة واحدة ولا قبيلة واحدة ولا شيء. بالعكس أنا كان هذا النموذج للقوات المسلحة الليبية يعني، ونحن نفتخر ونعتز وفي هذه الفرصة. ويعني دائما نذكر شهداء عقيد احمد صعيتي وعقيد علي ثمن وعقيد سليمان كديكي ووجدين، ما نقدر نذكر واحد نخلي واحد، لكن راه كلهم سواء متطوع سواء عسكري سواء ضابط، يعني ما قصروش. هذا كله شنو يرجع الفضل للقوات المسلحه. نحن كلنا كليبيين نفتخر بقواتنا المسلحه وقيادتنا الحكيمة. على دم الشهداء ونحيي حقيقة أهل بنينة بكامل الذين وقفوا وقفة رجل الشاع جميع تركيبات بنينة بكامل من جميع الأطياف، كافحوا وبذلوا جهودهم، والحقيقة خسروا أموال وخسروا أرواح وضحوا بالعشرات من أبنائهم في سبيل تحرير بنينة. نحييهم اليوم ونحيي شهداءنا بكامل. قاد معركة بنينة منذ بدايتها إلى إعلان تحريرها في 15 من شهر أكتوبر عام 2014 قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة بن قاسم حفتر. الحقيقة العمل مش سهل يعني، لكن أخرجوهم من هذه المنطقة. يا شباب ثم الآخرين تتعلم الآخرين دمنوا تحت يعني هالإنقاذ اللي نحن نشوف فيه. طبعا الرجال المتواجدين في هذه المنطقة ليس بالسهولة تحت، طبعا كانوا يعتقدوا أن بإمكان إخراجهم من هذه المنطقة، ولكن جهودنا وضباطنا والصبر والمدنيين الذين يقومون هذه المنطقة والمدنيين أيضا الذين شاركوا في القتال قادرين على أن يخرجوا أكثر قوة مهما كان. لتصبح بنينة من يومها مشرقة كالشمس وستالينغراد أخرى ودرسا لن تنساه الجماعات الإرهابية.